السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش عارف أقول لكم إيه، وحقيقي يعني بصور وأتمنى يكون ده عودا حميدا، لأن بقالي فترة كبيرة مش بصور فيديوهات خالص ولا بطلع حتى في أي فيديو للبصريات بشكلي أو بوشي. لكن الفيديو ده أنا حسيت ان واجب عليا ان انا لازم اصوره ولازم ابعته لكم وانشره. الحقيقه انا تعبت في الاسبوع الماضي، والتعب كان شديد، وكان اول مره بصراحه يعني اتعب تعب زي ده. لكن اكيد مهما كان التعب سيء، فاكيد انا بدعي ربنا انه يشفي كل المرضى، وان في مرضى اكيد تعبهم اسوأ من تعبي، وربنا يشفي مرضاكم ومرضى الناس جميعا يا رب. لكن الجميل في الموضوع ان انا نشرت بوست ان انا تعبان، واستقبلت دعوات الاصدقاء والاحباب والاهل والزملاء، وانا واثق ان في منكم الطيبين المقبولين عند ربنا ان شاء الله، ولا يعني ازكيهم ولكن احسبهم باذن الله مقبولين، وأكيد دعواتكم ربنا تقبلها، لأن الحمد لله الآن بصحة وعافية وبصور الفيديو ده. الحاجة التانية، أنا مبسوط جدا بتواصلكم معايا إذا كان في التعليقات، فلو في تعليقات كتير بكون صعب إن أنا أرد عليها واحد بواحد، لكن مجرد ما أعمل إعجاب أو أعمل أي إيموجي على التعليق، فصدقني أنا بكون رضيت عليك بالفعل ودعيت لك وشكرتك جدا. لكن أنا بعيد الشكر بالفيديو ده لكل شخص ربنا كرمني بمعرفته وكرمني بالحب والود بيني وبينه، إما إذا كنا أهل أو قرايب أو أصدقاء، أو حتى علاقتنا كلها اتبنت على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وعلى الفيديوهات أو المنشورات اللي بينا. ففي الآخر إحنا في عصر حقيقي الروابط فيه شكلها مختلف والمعارف فيه شكلها مختلف، لكن ده ما يمنعش إن أنا فعليا بحبكم لله في الله، وكل صديق عندي وكل أخ وأخت وكل زميل وزميلة، حتى لو ما تقابلناش وجها لوجه وما قعدناش مع بعض في الحقيقة، لكن يعلم ربنا معزتكم ويعلم ربنا حبي واهتمامي للفايدة والنفع ليكم ولينا إن شاء الله. مش عايز أطول أكتر من كده، لكن الفيديو ده يعتبر نوع من التسخين على ما أدخل في مود الفيديوهات مرة تانية. وإن شاء الله ناوي أتكلم عن نظارات الشمس. نظارات الشمس خلينا نقول معلومات بسرعة كده حماسية أو تشد انتباهكم إن أنتوا تعملوا متابعة وتتفرجوا وتستنوا الفيديوهات الجاية إن شاء الله. عايزين نعرف إيه الفرق بين نظارة الشمس اللي بتتباع على الرصيف أو بتتباع مع الباعة الجائلين، وإيه الفرق بينها وبين نظارة الشمس اللي بتتباع في المحلات اللي هي نقدر نقول عليها محلات يعني ذات ملكية خاصة، يعني مش شركات كبيرة. وإيه الفرق بينها وبين النظارات الأكسسوار الشمس اللي بتتباع على الأونلاين في أبليكيشنز، أو بتتباع حتى في محلات للملابس أو في بعض المحلات بتاعة الصيدليات وهكذا. وإيه الفرق بينهم وبين النظارات الشمس اللي بتتباع في الشركات الكبيرة بقى بتاعة النظارات اللي عندها سلاسل من المحلات، إما داخل الدولة أو خارج الدولة كمان. عايزين نعرف إيه الفرق بين نظارات الشمس دي والنظارات الشمسية اللي بتتباع في بيوت الأزياء العالمية، وليه دي غالية وليه دي سعرها أقل ودي رخيصة، ومين فيهم بتحمي العين والأشياء دي كلها. الحاجة الأخيرة، بما إن احنا في الصيف وفي الجو الحر ده، فطبعا نصيحتنا كأخصائيين بصريات لكل الناس ولأنفسنا قبلكم طبعا، إن احنا لما نلبس نظارة شمس ونختار نظارة شمس، أهم حاجة يكون فيها حماية من اليو في. تاني حاجة، تكون النظارة بالفعل مغطية منطقة العين، ما هياش كبيرة وبعيدة عن الوجه، أو ما هياش صغيرة
عشان تحميك قدر المستطاع من الضوء ووهج الضوء في جميع الاتجاهات والنواحي، وكمان تحميك من أشعة الشمس الحارقة. يستحسن يكون لونها مش شفاف أو مش فاتح قوي في الصيف، غير طبعا يكون لونها غامق عشان يقلل لك الوهج ويدي راحة أكتر، بالإضافة لأهم ميزة هي الحماية من الأشعة الفوق بنفسجية. ربنا يوفقكم ويسعدكم، ويا رب يعني ويديني القوة والطاقة والسداد والقبول في إن إن شاء الله أكمل الفيديوهات وأصور تاني وتالت ورابع، ونتكلم في موضوع النظارات الشمس. شكرا جدا، في أمان الله. دعواتي ليكم بالنجاح والتوفيق، وربنا يرضى عنكم وعن أحبابكم، وربنا يرحم موتانا وموتاكم، ويتقبل الجميع في رحمته ومغفرته، ويهدينا كلنا. في أمان الله.